امشي بسرعه شويه. شهلي حطي الحاجه هنا. حطي جنبك. ايوه حطيه هنا. حطيه. هات هات. ايوه كده. يلا الف هنا وشفا. كل يا حبيبي كل. الجمبري حلو وشوربه السيفو دي هترد لك العظم. يلا. لو ايه يخليك تنور في الليالي السودة. تحب اقشره لك يا حبيبي؟ احسن القشر يعورك وانت مش ناقص. انا متهيألي ان شاء الله لما تروحوا السفريه دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوها في الجزيره دي ان شاء الله باذن الله مودكم هيتغير خالص. وربنا يا فيكم شر حسد اذا حسد. انت عارفه هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق وانت في البحر بقى ايه منعشه تخلي الواحد جسمه يبقى فريش كده خالص. تغير بقى ايه بقى الشمس تدخل تفتح المسام. فتح المسام بقى قال واحد حديد عوده صلب حديد. يا عم في ريفي مصيبه بقى لا تطلع برد ونقضيها كام كامه ونكش كده على بعضنا ونرجع وظهرنا محني. كل يا حبيبي كل كل. الو ايوه انا مين؟ لحظه واحده لحظه. قشري الجمبري كله. ايوه ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ ههرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه حاضر حاضر ماشي حاضر. كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها مش قلت لك ادي اول دفعه نستلمها. وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت. النص بالنص 50-50. انا حرامي بس مش نصاب واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنه لك يا خلوصي. يا نهار ابيض انا هتزعلينا يا برازرز واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان. ما انت جربتيني قبل كده يا بت. عمري كلت عرقك؟ كتير. طب اديكي قلتيها اهو. عيب بقى يا خلوص. انا لسه حج من الخرابه دي بقى. يا بت هتقبي وتلم القشطه على الوش وكمان تعمليها سندوتش. بس انت ركز مع امي يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى اشيل كلاخ الايام وانحل وسخت البشر واشب برجلي لفوق واطول كل حاجه نفسي فيها. الله صدقها يا بت جسم اشعر. هيحصل هيحصل. والنهارده اللي هناخده ده دي دفعه اولى وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه. النهارده؟ طب ازاي؟ قلتي لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ قلت لك بقى قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني لان يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن هقول لهم ايه يا عمر؟ البتني بقى. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله تصدقتي كلامه عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده ظرف يعني انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما عارف ما انت قلتي لي يا ماما وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 دي مفاجآت تانية خالص خالص. المهم انا ايه همشي ومش هتأخر. مش هتأخر. عايز ارجع عليكي جاهزة سخني كده وجيت ريدي. احبك. انا بحبك يا عمر. دمنا الى الله. لازم اروح اديهم فلوس. وبعدين المشكله كده ما تحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنهم وما ينفعش اسيبهم يهددوني وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. وبعد
كنت ناوي تروح لوحدك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجة اقدر اتصرف. اصيل يا عمر، الاصالة دي حاجة في دمي. طبعا ابتدي ايدي وتشكر ادعي لك. الضاع ده حاجة في دمي. انا هروح بقى، ولو حصل حاجة هبقى اطلبك في التليفون. بس اقول لك ايه، امن عليك ما تجيبش سيرتي. اصيل اصيل ما بتهزرش يعني. عمر عمي. ايه يا اصيل، قررت تيجي معايا؟ هتعمل ايه مع البنت التانيه؟ هعمل ايه يعني؟ خايف اكلمها طبعا. لا لا بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجه طقم حنيه. لا 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 لا، تبنى الى الله. اطمن خالص، الحكايه بسيطه جدا، مش محتاجه غير شويه مصاريف. ان كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قول لي هيحصل ازاي. احنا جربنا كذا مره الحقن المجهري ده وما نفعش. المره دي هينجح وان شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لا علمكم بقى، دكتور عوني ما بيقبلش اي حاله الا اذا كان متاكد من نسبه النجاح فيها. مش معقول يعني هيغامر باسمه على اخر الزمن. احنا سالنا كتير، ولاد الحلال دلونا عليه. وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعده ناس زيكم. بس انا خايفه قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفه قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العمليه غير والمستشفى هاديه خالص. احسن وقت للعمليه يا دكتور يكون بالليل. بالظبط اهو يا ستي، ابسطي، مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. انت مالي ايدك يا دكتور عوني؟ لا احنا ما دام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفو انت خنطتيني. انتي قولي ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتوره تعالي. تعالي هنا. انت يا دكتوره دي مصيبه، انا كنت لسه هجيلك عشان اقولك. مصيبه ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مالها؟ تعالي كده يا دكتور احسن يشوفونا. انت شايفه الراجل والست دول؟ ايوه مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجه كده انا لسه مش عارفاها. انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه. يا دكتوره من يومين انا كنت نبطشيه وشفت حاجه كده ما كنتش اتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحمله؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعه؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزه كل صغيره وكبيره تخص الخبر ده. ما الحكايه دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفه وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضيه زي دي تبقى فضيحه طبعا. شطارتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. صدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي. لا وقضيه ايه بقى؟ مش هحكي لك. من فضلك يا مامي انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انت مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انت ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك يعني، اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك. وانت شايفه ان ده حصل وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا مامي انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط. غاليه عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس. غير كده بقى حطاني جوه علبه ورمياني في دولاب مقفول، مش كده؟ على فكره انتي سايكو معقده نفسيا. ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس انا حررت نفسي منك تماما، وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انت وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. Thank you.
المجنونه دي ولا ايه؟ هاي يا ماير هاني. صدقت المرة دي وجيت في ميعادك. وجاهز بالأمانة. بس انا يعني ليا كلمتين. ما بتدي صارت ايدي. ايدي سيب ايدي. انا مش صيدة هتقشريها بمزاجك. انا ساعة الجد بقلع توب الدكترة والبس توب اللي يليق باللي معايا. هتكسر ايدي سيب ايدي. اقسم دماغك. مش عيب يا دكترة تمد ايدك على الحرمة. انتوا مين؟ نزل سلاحك واقول لك احنا مين. بقى هي دي اللعبة، هي تجيبني وتسلمني ليكوا. اتحرك بعد ما نمشي كلنا كده بخمس دقايق. ده اللي حلو بقى. واديني الخزنة اللي في سلاحك جدع. يلا بينا يا رجالة. في ايه؟ في نسخ تانية؟ ما عنديش أوامر أقولك على حاجة. يلا بينا يا رجاله.